حول موضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي سعادة فهد عبد الرحمن نائب الأمين العام للإغاثة والمشاريع والمساعدات الدولية في الهلال الأحمر الإماراتي. سعادة سيد فهد أهلا بك معنا. المساعدات الإماراتية عبر الذراع الإنسانية دولة الإمارات الهلال الأحمر لا تزال مستمرة وفاقت المليار درهم لمساعدة الشعب اليمني ولحمايتهم من الانتهاكات الحوثية وانتهاكات الميليشيات. كيف توزعت هذه المساعدات بالتحديد على مدار هذه الفترة الماضية كلها وربما القطاعات التي ركزتم عليها بشكل أكبر أيضا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على دعوة الهلال لعرض ما تقوم به دولة الإمارات عبر الهلال الأحمر في اليمن. ما قامت فيه طبعا خلال السنتين والنصف الإمارات قدمت عبر الهلال 1.5 مليار درهم مساعدات متنوعة، منها الإغاثية العاجلة اللي كانت عبارة عن غذائية وصحية، دعم مستشفيات الأدوية وبعض المستلزمات الصحية، إلى المشاريع التنموية والبنية التحتية. فدائما نركز المشاريع أن الصحة والتعليم هي أهم مجالين نختص فيه نحن في جميع مجالات الإغاثة بعد الإغاثة قصدي. نعم. طيب والدعم الإنساني لليمن مستمر من قبل الإمارات، المشاريع القادمة أو المساعدات القادمة على ماذا ستتركز بالتحديد؟ نفس ما قمنا فيه طبعا في المحافظات التي تم تحريرها بالتنسيق مع قوات التحالف، بتكون بنفس النهج وبنفس المنوال اللي هي الإغاثية، ومن ثم بدأ بالعمل إعادة تأهيل المشاريع التنموية أو إعادة بنائها من جديد. طيب المشاريع إعادة التأهيل في المناطق المحررة، عندما تحرر منطقة كيف تستلمون هذه المنطقة من الألف إلى الياء؟ كيف تقومون أو تقدمون كل المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق المحررة تحديدا؟ طبعا بالتنسيق مع قوات التحالف يتم إخلاء المنطقة من جميع الأمور العسكرية وتنظيفها، ومن ثم تسليمها للجهات الإنسانية، طبعا سواء كانت الهلال الأحمر الإماراتي أو مركز الملك سلمان أو بعض الجهات الإنسانية في الخليج والمنظمات الدولية. نقوم طبعا دائما بالتنسيق مع الحكومة المحلية لنفس المحافظة، بالإضافة للحكومة الرسمية للوزارات المعنية التي تعنى بالصحة والتعليم بذاتها، ومن ثم الخدمات الأخرى. ويتم توجيهنا على المؤسسات أو المشاريع التي بحاجة إلى دعم كبير، وهنالك بعض المؤسسات بحاجة إلى صيانة بسيطة، ويتم تشغيل إعادة تشغيلها سواء كان بمواد أو محركات مولدات كهرباء أو تمديد إعادة تمديد بعض التمديدات سواء كانت الصحية أو الكهربائية لتشغيل هذه وطبعا تنسيق دائما مع الهلال اللي هو معتمد دائما على المتطوعين في تلك المحافظات. طيب أيضا المجال الإغاثي، نعلم بأنه المجال الإغاثي هو فيما يخص المناطق التي ربما يحرم الانقلابيون منها أو الحوثيون المدنيين من الحصول على مساعدات ويقومون بنهب المساعدات، كيف تحاولون إيصال هذه المساعدات للمحتاجين مع كل التحديات والعقبات التي تواجهكم على الأرض؟ نعم، نحن نشتغل في طريقتين. طريقة في المناطق المحررة يقوم طبعا موظفين الهلال مع متطوعين بالعمل على الأرض. في المناطق الغير محررة واللي تحت سيطرة الحوثيين يتم التنسيق مع المنظمات الدولية لديها تواجد في بعض المحافظات، وخاصة تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية كونها متواجدة وتدعم المستشفيات في مناطق تحت إدارة الإنقلابيين. لهذا تقوم بصيانة هذه المستشفيات ودعمها سواء كانت مستشفيات طبية وإعادتها أو الوقود. نعم. لهذا نعمل في جميع مناطق اليمن، في جميع محافظات اليمن. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا سعادة فهد عبد الرحمن نائب الأمين العام للإغاثة والمشاريع والمساعدات الدولية في الهلال الأحمر الإماراتي، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي، شكرا جزيلا لك.